بسم الله والحمد لله والله أكبر. نعود إلى الحديث المروي عن البخاري رضي الله عنه، يقول قائدنا وقرة أعيننا عليه صلاة الله وسلامه، يقول إذا وقع، يعني المسألة محدودة، إذا وقع أي صار حقا، صار عذابا، صار شؤما، صار خطرا، إذا وقع الطاعون هنا، إذا كنت تحب تاخذ الألفاظ الطبية بالأحسن، وقع إيفنت بالإنجليزية أفينمو ولا انستوراسيون، ولا يعني والعياذ بالله والجبال، أنت مليون فيها الحكاية دي، الحالة دي عالمية، اشتاروا وقوع بلية ما فيش غير ربي يأمر بها. وبذلك اتفقتوا أن تحاربوا الإسلام بكل لون من ألوان الحرب، سواء كان الحرب المكتوبة أو الحرب الباطنة. شوفوا اليوم ماذا نتج عن اتفاقكم في التآمر على الإسلام. أنتم اتفقتم على أن يكون الشر هو القائد، ويكون بين صهيون الصهاينة من هم الآمرون الناو، هم الآمرين النائين، وأنتم هانوا قاعدين تعانيوا. ولولا لطف ربي بكم لكم كلكم متوا على أعلى المتتبة كل الشهادة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث: أنا حين أموت بطاعون ما سيكون شهداء، وإن يمرض ويشفي ربي سبحانه وتعالى فيكون ربي يغفر ذنوبه التي سبقت، والسلام على أهل الإسلام.